يا صباح الفل والورد، صباح ملكي على كل مشاهدينا من جماهير نادي الزمالك العظيمه في كل مكان في العالم. نهار حضراتكم جميعا ابيض بخطين حمر مشاهدينا الاعزاء، وحلقه جديده بنهار ابيض جديد علينا وعليكم ان شاء الله ليوم الخميس الموافق 16 مايو في 2024. طبعا النهارده هيكون معاد يعني فقرتنا المميزه، وهي فقره حصاد نهارك ابيض الاسبوعيه اللي بينضم لنا فيها زميلنا العزيز محمد عبد الجليل جاليليو، واللي بيدينا بقى فيها كده ملخص للاسبوع الكروي الزملكاوي والعالمي والقاري، كمان اللي جاي اكيد في الاسبوع الجديد واللي منتظر نادي الزمالك فيه مباراه يعني مرتقبه مهمه جدا على قلب كل الزملكاويه، مستني لقاء الحسم امام نهضه بركان ومسك الختام ان شاء الله في اياب نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه، اللي ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا وامل كبير جدا باننا هنحصد اللقب ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. وبما ان خلاص ما بقاش فيه غير تقريبا 72 ساعه على المباراه المنتظره دي، خلوني كده اقول لكم ان ما فيش حد في الشارع المصري مش بيسال على تذكره للماتش ده. يعني اي زملكاوي كده يعرف اي حد شغال في المجال الرياضي بكل بقى فروعه، يعني سواء كان ليه علاقه قريبه او بعيده عن النادي او عن المجال الرياضي، الناس ما بتسيبوش غير لما بتساله على تذاكر، وانه نفسه ان هم يعني الناس دي نفسها تحضر الماتش وانها تكون متواجده في لقاء تاريخي زي ده، ونفسهم يكونوا موجودين هناك بيشجعوا نادي الزمالك واقفين جنب النادي بتاعهم في يوم زي ده، يوم مهم على كل الزملكاويه. والحقيقه بنشوفها كل يوم، بنتسال هل معاكوا تذاكر؟ احنا عايزين نحضر المباراه، ودي حاجه يعني تطمن، لان احنا شفنا التذاكر خلصت في مده زمنيه ما تتعداش الدقائق، تذاكر كل التذاكر اللي نزلت خلصت، وده لو بيدل على شيء فهو بيدل على قد ايه الجمهور الزملكاويه فعلا يعني كانوا قاعدين مستنيين التذاكر تنزل، علشان ما فيش واحد فيهم كان قادر ان هو يستنى مثلا ان اليوم عادي التذاكر تنزل وانا هدخل كمان ساعه ولا ساعتين احجز المباراه، لا ده كله في دقائق خلص المباراه، الاستاد هيكون ان شاء الله يعني مكتمل. والحقيقه ان جمهور الزمالك ده هو ملوش وصف منطقي كده ان احنا نوصفه بيه يعني. وبطوله الكونفدراليه دي بالذات كمان اثبتت ان الجمهور ممكن يكون ليه دور فني مع اللعيبه، مش بس دور معنوي ومش بس دور نفسي او مجرد كده شحن بقى معنوي وقد ايه احنا بنثق فيكم وبندعمكم واقفين وراكم. لا يا جماعه، يعني رغم اهميه القصه دي وقصه ان احنا بنقول دايما الجماهير بتدي شحنه معنويه كبيره ودفعه معنويه كبيره للعيبه، هم كمان بقوا بيدوهم دفعه فنيه. يعني جماهير الزمالك دي الحقيقه دايما مهما بنتكلم عنها بنقول يا جماعه الجماهير دي واعيه جدا والجماهير دي فاهمه جدا كوره، ما تلاقيش حد زملكاوي مش فاهم قوي في الكوره يعني، فكلهم فعلا جماهير الزمالك دي على قد ما هي مستنيه البطوله دي على قد ما هي بجد رايحه تشجع الفريق ده. انا سمعت الكلام ده من كذا مشجع، بجد احنا مش رايحين نتفرج على المباراه، احنا رايحين نشجع. هم ما بيفرقش معاهم النتيجه ايه، بيفرق معاهم النادي ده، بيفرق معاهم الفريق ده، وان احنا رايحين نشجع فريقنا اللي احنا بنحبه، مش رايحين نتفرج كده على المباراه وخلاص. لكننا برضو يا جماعه لو هنيجي نبص كده على الكونفدراليه او نسترجع بقى كده مع بعض يعني مشوارنا الزملكاوي في البطوله دي، واللي هيكون اكيد ماتش بركان يوم الاحد محطته الاخيره، هنلاقي ان المحطه الاولى كانت صعبه جدا رغم استسهال الكل ليها، ورغم ان هي ما حدش كان خايف اصلا منها، لان كنا بنلعب فريق يعني غير مصنف، فريق ما كانش بحجم الفرق القويه اللي احنا بنبقى شايلين همها وعاملين لها حساب. وهي طبعا عقبه بطل جيبوتي فريق ارتا سولار اللي فاجئ الزمالك بالفوز عليه في الذهاب بثنائيه، ثم وصل مفاجاته بقى بان هو يسجل في شباكه بالاياب وبيخلص الشوط الاول بنتيجه 1-0 عليه. فاذا كده بالزمالك بيلاقي نفسه ان هو متاخر بنتيجه 3-0 ومطالب ان هو يحرز 4 اهداف في شوط واحد بس والا هيوضع البطوله. والحقيقه ان كل الناس اللي كانت بتتفرج يعني محدش برضو قال سهله، يعني الناس كلها خلاص كانوا بعض الناس يعني حسوا انه لا خلاص البطوله يعني راحت مننا، احنا محتاجين نجيب 4 اهداف في شوط واحد بس علشان نفضل في البطوله، فده كان شيء صعب جدا ان هو يحصل في شوط واحد. ولكن الحقيقه ده بقى اللي دايما بنشوفه من فريق نادي الزمالك، لما يحس ان هو الضغط وان هو شايل مسؤوليه انه احنا المباراه دي نفوز بيها يا نطلع، فعلا بينتفض وفعلا بيبذلوا جهد جبار علشان يفرحوا الجمهور وعلشان ما يمشوش الجمهور ده حزين او يعني عنده خيبه امل. والحقيقه ده بنشوفه دايما من كل لعيبه نادي الزمالك، الرجاله اللي عندها احساس كبير جدا بالمسؤوليه وعارفين قد ايه اللقب ده مهم على كل الزملكاويه. تخيلوا لو احنا كنا طلعنا من ارتا سولار
الوضع كان هيكون كارثي. اكيد الماتش ده احنا مش ناسينه، مش ناسين اللي حصل فيه، لان رغم سهولته نظريا الا انه عمليا كان صعب جدا. الماتش ده كسبناه 4-1 وتأهلنا، بس احنا كسبناه بجد علشان في الوقت اللي حتى اللعيبه نفسهم كده شكوا ان ممكن المباراه دي تكون يعني صعبه وامكانيه العوده صعبه، زي ما بقول لكم هو انتفض وسمع بقى اصوات الجماهير وسمع تشجيع الاصوات اللي كانت في الثالثه يمين. والحقيقه اكيد اي حد مكانهم يا جماعه هيسمع الاصوات دي وهيشوف التشجيع ده وهيشوف الدعم ده، اكيد مش يعني مش هيبقى عنده اي حاجه ثانيه يعملها او اي سيناريو تاني يجي في دماغه غير ان هو يفوز فعلا ويمشي الناس دي فرحان. فالحقيقه يا جماعه تاريخ الزمالك وقيمه الزمالك كبيره جدا، واللعيبه عارفه قد ايه اللقب ده مهم لكل الجماهير الزملكاويه، وعارفه قد ايه اللقب ده كلنا مستنيينه، وعارفين قد ايه اللقب ده هيدينا دفعه معنويه كبيره جدا في اللي جاي في الموسم واللي جاي بعد كده، لان احنا خلاص احنا فاضل خطوه واحده بس على اللقب ده، وخطوه مش صعبه. احنا لو فزنا بنتيجه 1-0 خلاص احنا فزنا حصدنا اللقب. محتاجين نركز كل التركيز في المباراه دي، ومحتاجين ان احنا ننزل كده المباراه مش حاطين سيناريو غير ان احنا ان شاء الله نسجل هدف مبكر وندافع في المباراه. لو قدرنا ان احنا كمان نسجل هدفين ونريح نفسنا هيبقى الموضوع احسن بكثير، ولكن لازم ننزل اللعيبه في كامل تركيزها، الجمهور بيدعمه بس، الجمهور مصدق في اللعيبه، وبالتالي لما الجمهور هيصدق الملعب كله هيصدق واللعيبه هيوصل لها الاحساس ده وهتصدق. وده اللي احنا شفناه في المباراه اللي انا كنت بتكلم عليها، مباراه ارتا سولار. اللعيبه لما ده حصل وصدقوا فعلا في نفسهم وصدقوا ان هم يقدروا يفوزوا وسمعوا صوت الجماهير، نزلت الشوط الثاني كالت الاخضر واليابس. محدش بقى ساعتها كان هيقول اصل ارتا سولار فرقه ضعيفه، ما هي نفس الفرقه الضعيفه دي هي يا جماعه اللي كسبتك 3 في الذهاب وتقدمت عليك بنتيجه 1-0 في الاياب، قبل طبعا ما احنا نرجع ونسجل 4 اهداف واربع اهداف في شوط واحد، لان انت عرفت ان انت خلاص ما عندكش حل تاني. وده سيناريو انا ما احبش ان احنا نتحط فيه تاني، يعني مش سيناريو انا طبعا مبسوطه بيه لانه بيبين قد ايه اللعيبه دي كان قلبها على الفريق وقد ايه كان مهم بالنسبه لهم، ولكن ما اتمناش نتحط فيه تاني ابدا، وما اتمناش ان ده يحصل لنا في المباراه اللي جايه ونبقى مضغوطين ومرعوبين ان خلاص البطوله بتروح مننا. اتمنى ان احنا نكون مرتاحين في ماتش الاياب، وان اللعيبه تنزل من اول ثانيه لاخر ثانيه 90 دقيقه مركزين كل التركيز. والحقيقه برضو يا جماعه يعني لو احنا هنتكلم بقى على جمهور الزمالك، فرسالتنا دلوقتي لكل فرد رايح الماتش ده يوم الاحد، ارجوك ما توقفش تشجيع، وارجوك شجع وادعم 90 دقيقه باعلى ما فيك وباعلى صوت عندك، اهتف لزمالك، غني للزمالك، عرف لعيبه نهضه بركان يعني ايه جمهور الزمالك ويعني ايه تلعب قصاد الزمالك في حضره جمهوره. عايزين 80,000 مش متفرج، 80,000 مشجع يرجوا الاستاد من كل مقعد في المدرج، من بقى كل درجه في الملعب. عاوزينها ملحمه يا جماعه زي ملحمه برج العرب الرمضانيه في 2019 وفي 2016 وملحمه استاد القاهره مرات عديده، سواء بقى في 2002 او قبلها في 96 او في 93 او في 86 و84. عايزين كل الناس تعرف ايه هو جمهور الزمالك ده. والحقيقه على فكره هي الفرق الرياضيه الكبيره والصغيره عارفين جمهور الزمالك وعارفين الثالثه يمين وعارفين قد ايه الجمهور ده ما بيستريحش وما بيقعدش ثانيه، سواء الفريق كسبان او خسران الجمهور واقف بيدعم وبيضغط. وجمهور الزمالك يعني ما بنوصفهوش، جمهور الزمالك ما بنقولوش اي تعليق على يعني على ادائه او على هو. الحقيقه هو عارف مهامه كويس قوي وعارف واجبه كويس قوي تجاه الفريق، واحنا جمهورنا مش بس بيعرف يصنع الحدث، ده بيعرف يكون هو الحدث نفسه. الكونفدراليه للزمالك، ولازم ندعي كده ان شاء الله الكونفدراليه في قلب 100 عقبه، والفريق يعني يعمل بقى احسن حاجه عنده ويقدم افضل نتيجه عنده، ونشوف بقى الجماهير وهي راجعه يعني مبسوطه من الاستاد وراجعين مبسوطين باللقب اللي هيدخل للزمالك وهيفرق معانا معنويا وماديا، وهيفرق معانا وهيدينا دفعه معنويه كبيره جدا ودعم معنوي كبير جدا ان شاء الله بقى في الدوري بقى لما نقفل ان شاء الله ملف الكونفدراليه ونتوج باللقاء وان شاء الله نقفله بسعاده فعلا، نرجع بقى للدوري ونركز في الدوري.
ولكن عايزه اتكلم معاكم بقى في الملاحم اللي الجمهور بيعملها دلوقتي للزمالك والتحفيز اللي بنشوفه في كل حته. الحقيقه يا جماعه استوقفتني كده امبارح رساله حلوه جدا 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 من طفل زملكاوي عنده 9 سنين اسمه عبد الرحمن، نشرها على السوشيال ميديا وكان نفسه الرساله دي توصل اكيد للعيبه المفضل. خليني كده اقرا بقى معاكم الرساله دي من عبد الرحمن. زيزو حبيبي، أنا اسمي عبد الرحمن، أنا مشجع زملكاوي، معلش لو ينفع رقمك وبحبك قوي وأنا آسف لإزعاجك وأنا عمري 9 سنين، أنا نفسي أبقى زيك وسلم لي على شيكابالا وكل اللعيبة الزملكاوية وإن شاء الله تكسبوا الكاس الكونفدرالية، آسف لإزعاجك. يعني حقيقة يا جماعة الرسالة مؤثرة جدا، أنا لو من زيزو يعني هتأثر جدا. أنا كنادين اللي هو ماليش دعوة خالص يعني انا مش زيزو يعني، لكن يعني هي مش متوجهه لي في الاول وفي الاخر واتاثرت ولمستني جدا كمشجعه وكمذيعه وكاي حد بيخص نادي الزمالك. لكن تخيلوا بقى لما توصل لزيزو نفسه، طفل عنده 9 سنين شايفه بطل وشايفه مثله الاعلى. الحقيقه زيزو شاف الستوري دي او شايف الرساله دي اللي نزلت على السوشيال ميديا وعملها شير على الستوري بتاعته واكيد اتاثر بيها. اي بني ادم هيقرا رساله زي دي من طفل عنده 9 سنين شايف انه ده مثله الاعلى بيقول له سلم لي على اللعيبه واسف لازعاجك وانت يعني رساله جميله جدا. وانا الحقيقه نفسي رسالات عبد الرحمن دي تبقى حافز بقى لكل اللعيبه. اكيد كل اللعيبه شافت الرساله دي على فكره، واكيد بيجي لهم رسائل زي دي كتير، واكيد بيقروا حاجات، واكيد بيقابلوا في الشارع اطفال بتقول لهم كده، وبيقابلوا ناس مشجعين بتقول لهم كده، اكيد الحاجات دي اللعيبه بتقابلها كتير. نفسي بقى الرساله دي توصل لكل اللعيبه وياخدوها كحافز ليهم ان هم ان شاء الله وهم بيلعبوا ماتش الاياب كده يفتكروا الرساله دي، عشان دي مش رساله عبد الرحمن بس على فكره، دي رساله يعني كل الزملكاويه سواء كبار ولا صغيرين. على فكره احنا كلنا بنقول نفس الكلام اللي عبد الرحمن قاله ده، يعني احنا حياتنا الزمالك وبنتاثر بالزمالك جدا، بنفرح وبنزعل من خلاله وبنعرف نشتغل ونطلع احسن حاجه عندنا لما الزمالك بيكسب، وبنكتئب وبنزعل لما الزمالك بيخسر، ولكن ده الزمالك وهو ده نادينا وهنفضل نحب النادي ده سواء بقى يعني ايه اللي حصل. ولكن طبعا طبعا احنا دلوقتي ما عندناش اي حاجه تانيه نعملها غير ان احنا نتفائل وندعم ونقول للعيبه انتوا ان شاء الله على قدر من الرجوله وقدر من المسؤوليه، وموعدنا ان شاء الله في استاد القاهره احنا وكل جماهير الزمالك نخلص بقى المباراه ونرجع نحتفل قصاد نادي الزمالك زي عادتنا وزي دايما لما بنفرح وبنحتفل قدام النادي. والحقيقه ان شاء الله انا متاكده يعني عندي ثقه كبيره جدا ان ده هيحصل يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق كل لعيبه نادي الزمالك وان شاء الله انا يعني زي ما بقول انا متاكده ان شاء الله المباراه دي هنحصد فيها اللقب وهتكون مباراه سعيده علينا ونفتكرها ان شاء الله ضمن ذكرياتنا الجميله اللي احنا دايما فاكرينها لنادي الزمالك. دلوقتي بقى خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه في فقره اقرا الخبر. خلونا نبدا معاكم نهارك زملكاوي مع اخبار فريقنا. وامبارح كان في برنامج تدريبي خاص للعيبه علشان يتم تجهيزهم بالشكل الامثل لمواجهه نهضه بركان في مباراه العوده واللي هتكون يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله طبعا على استاد القاهره. لعيبه الزمالك خاضوا بعض التدريبات التاهيليه المتنوعه سواء باستخدام الادوات او بالكوره، وطبعا ده كان تحت اشراف جواو ميغال مدرب الاحمال بالفريق. خوسيه جوميز كان كمان بيتابع الفقره التاهيليه دي اللي بيأديها اللعيبه بنفسه علشان اكيد يطمن على حاله اللعيبه كلها البدنيه قبل النهائي المرتقب. بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق وبنتمنى ان احنا نشوفهم كلهم في افضل حاله واحسن صحه ان شاء الله. اما لاعبنا نبيل عماد دونجا كان في تعليمات فنيه ليه بعد تدريبات امبارح. مستر خوسيه جوميز قعد مع دونجا واتكلم معاه بشكل كبير في بعض التعليمات الفنيه وبعض المهام اللي طالب منه ان هو ينفذها في وسط الملعب وبالتحديد في نهائي الكونفدراليه امام نهضه بركان. كمان مستر خوسيه جوميز اطمن من دونجا على حالته البدنيه خاصه بعد ما كان تعرض لاجهاد عضلي خلال مباراه الذهاب وخرج، وكان واضح جدا ان هو متاثر بشكل كبير بعد المجهود الكبير اللي هو قدمه خلال المباراه.
خليني برضه اقول لكم ان دونجا شارك في التدريبات الجماعيه للفريق امبارح بشكل طبيعي جدا، سواء في الجزء البدني او الفقره الفنيه، والجهاز الفني كله اطمن عليه وعلى جاهزيته. كمان لاعبنا المخضرم عبد الله السعيد انتظم امبارح في التدريبات الجماعيه على ملعب النادي. عبد الله السعيد كان نفذ برنامج تاهيلي خاص في الجيم علشان يتم تجهيزه بالشكل الامثل اكيد للفتره اللي جايه، طبعا في ظل بقى غيابه عن الفريق في المباراه المقبله امام نهضه بركان بسبب عدم قيده بالقائمه الافريقيه. عبد الله السعيد كان شارك في جميع فقرات المران سواء البدنيه او الفنيه والخططيه مع باقي افراد الفريق. اما ناصر ماهر فهو واصل تنفيذ البرنامج التاهيلي الخاص بيه تحت اشراف مستر خوسيه جوميز علشان يتم تجهيزه بالشكل الانسب للفتره اللي جايه. ناصر ادى بعض التدريبات التاهيليه المتنوعه مع الجري بالكره ولكنه ما شاركش في المران الجماعي للفريق. اما بخصوص لاعبنا مصطفى شلبي فنحب كده نطمنكم ان شلبي امبارح شارك في جزء من المران الجماعي للاعبين في النادي ونفذ البرنامج التاهيلي الخاص بيه بالاضافه طبعا للتدريب بشكل خفيف مع باقي اللاعبين. دكتور محمد اسامه طبيب الفريق ورئيس الجهاز الطبي قال ان شلبي بشكل كبير يعني هو كويس في برنامجه التاهيلي وانه بيتم تجهيزه بالشكل المثالي علشان يشارك مع الفريق في ظل الاصابه اللي هو كان بيعاني منها في العضله الضمه، وان الفريق الطبي بيقوم بمجهود كبير جدا علشان يتم تجهيز اللاعب ده في اقرب وقت للمشاركه مع الزمالك. طبعا عارفين مصطفى شلبي يعني لاعب بيفرق معانا بشكل كبير جدا وبيفرق في القايمه وبيفرق في الملعب بشكل كبير جدا، بنتمنى ان شاء الله ان هو يلحق مباراه الاياب ويكون بيشارك يعني بشكل كبير ان شاء الله. نختم بقى اخبار نادينا الحبيب مع حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين وعبد الرحمن نفاد وعمر عبد العزيز اللي ادوا تدريبات فنيه قويه امبارح تحت قياده لويس فيسانتي مدرب الحراس، وده استعدادا لنهضه بركان. امبارح التدريبات كان التركيز فيها على تعامل حراس المرمى او حارس المرمى كلاعب او مدافع اضافي، كمان كان في شغل فني تاني اتمرنوا عليه والحراس يعني اتمرنوا بشكل كبير جدا، وخصوصا عواد وصبحي الحمد لله ظهروا بمستوى جيد وواضح ان هم يعني مستعدين بشكل قوي جدا للمباراه، وكمان الحراس الشباب لفتوا النظر وظهروا بمستوى فني كويس جدا، نالوا اشاده يعني المدرب ونالوا اعجاب المدرب بيهم. دلوقتي بقى بعد ما خلصنا اخبارنا الزملكاويه خلونا نطلع لفاصل ونرجع بعدين نبدا معاكم فقرتنا العالميه. اهلا بيكم من جديد ونبدا نهارك عالمي من عند مانشستر يونايتد اللي حقق فوز صعب جدا على نيوكاسل بنتيجه 3-2 في الجوله 34 من الدوري الانجليزي. سجل اهداف اليونايتد كوبي ماينو وديالو وهويلند، اما هدفي نيوكاسل سجلهم انتوني جوردن ولويس هال. يونايتد اشعل الصراع على التاهل لدوري المؤتمر الاوروبي لان اصبح حاليا الفريقين متساويين في النقط ب 57 نقطه في المركز السابع والمركز الثامن، ولكن نيوكاسل بيتفوق بفرق الاهداف قبل جوله واحده بس على نهايه الدوري الانجليزي. طبعا يوم الاحد هتتلعب الجوله الاخيره من البريمير ليج ويونايتد هيواجه برايتون، اما نيوكاسل هيواجه برنتفورد. اما صراع التاهل للدوري الاوروبي في البريمير ليج فالامور مشتعله بشكل كبير جدا خاصه بعد مباراه امبارح بين تشيلسي وبرايتون. تشيلسي بيحقق فوز صعب جدا على برايتون بنتيجه 2-1 في لقاء مؤجل من الجوله 34. سجل اهداف المباراه لتشيلسي كول بالمر ونوكونكو، اما هدف برايتون الوحيد سجله داني ويلباك. تشيلسي رفع رصيده للنقطه 60 في المركز السادس وبيقدر البلوز ان هم يخطفوا بطاقه التاهل بشكل مباشر للدوري الاوروبي في حاله خساره توتنهام صاحب 63 نقطه في الجوله الاخيره وانتصار تشيلسي. الجوله الاخيره هتكون يوم الاحد وتشيلسي هيواجه بورنموث، اما توتنهام هيواجه شيفيلد يونايتد. كمان تشيلسي عنده فرصه يتاهل للدوري الاوروبي في حاله خساره يونايتد لنهائي كاس الاتحاد الانجليزي ضد مانشستر سيتي، ساعتها تشيلسي هيتاهل لو حافظ على مركزه الحالي. نروح بقى لكاس ايطاليا ويوفنتوس بيتوج بالكاس بعد الفوز على اتلانتا بنتيجه 1-0 في النهائي اللي اقيم على استاد الاولمبيكو في روما، وسجل هدف المباراه الوحيد فلاهوفيتش في الدقيقه الرابعه. السيده العجوز او يوفنتوس بيرفع لقبه ال 15 من كاس ايطاليا علشان يتربع على العرش الحديدي كاكثر من فاز بكاس ايطاليا بفارق 6 القاب عن اقرب منافسيه انتر وروما. يوفنتوس فاز بلقب كاس ايطاليا 6 مرات في اخر 8 مواسم، من بينها كان 2 ضد اتلانتا بعد الفوز عليه قبل كده
في 2021. المدير الفني ليوفنتوس أصبح المدرب الأكثر تتويجاً بلقب كأس إيطاليا برصيد 5 ألقاب. فلاهوفيتش أصبح ثالث لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل في نهائيين لكأس إيطاليا، أما بقى أتلانتا فبيفشل للمرة الثالثة آخر 5 سنين في أنه يفوز بكأس إيطاليا بعد ما خسر نهائيات 2019 2021 2024. الدوري بقى الاسكتلندي والصراع الازلي بين سلتك ورينجرز، سلتك بينجح في التتويج بالدوري الاسكتلندي للموسم الثالث على التوالي قبل الجوله الاخيره بعد فوزه بنتيجه 5-0 على كيلمارنوك. سلتك رفع رصيده ل 54 لقب في تاريخه بفارق لقب وحيد عن رينجرز غريمه الازلي وصاحب ال 55 لقب في تاريخ الدوري الاسكتلندي. سلتك بيتاهل بشكل مباشر لدوري ابطال اوروبا يعني نظامه الجديد واللي بينضم 36 فريق فيه بداية من دور المجموعات، أما رينجرز فبيلعب ملحق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. دلوقتي بقى نروح نعرف أهم مواعيد مباريات النهاردة ونرجع مرة تانية بعد أظبط ساعتك. من جديد وصلنا لفقرة نبض 100 عقبة. خلونا دلوقتي نروح لنادي الزمالك ناخد لايف من زميلنا المتألق دائما مراد أبو جلال علشان يقول لنا آخر جديد داخل مدرسة الفن والهندسة. يا مراد برحب بيك، وماذا لديك اليوم؟ صباح الخير عليك يا نادين، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الزمالك في كل مكان. يوم جديد من داخل نادي الزمالك وفقرة نبض 100 عقبة، وبالتأكيد يا نادين يمكن لا صوت يعلو فوق صوت المباراة المرتقبة والمصرية لنادي الزمالك يوم الأحد القادم أمام نادي نهضة بركان، مش وأيضا مباراة كرة اليد النادي الاهلي غدا ان شاء الله في دوري المحترفين رجال. يمكن هنتكلم النهارده عن كره القدم والمباراه المرتقبه يوم الاحد القادم مع الكابتن احمد السيد المدرب بقطاع الناشئين. كابتن احمد برحب بيك، صباح الفل عليك. صباح الخير يا مراد، صباح الخير، وصباح الخير على جمهور نادي الزمالك وعلى زمايلنا في الاستوديو كله. صباح الخير عليك كابتن احمد، طمنا بقى، شايف الماتش ازاي؟ شايف التحضيرات للماتش ازاي؟ وجهه نظرك الفنيه للماتش. طبعا شايف الماتش مصيري بدرجه كبيره جدا طبعا بالنسبه للزمالك. اهم حاجه طبعا التحضير النفسي للماتش ده، ان ازاي اهل اللعيبه ان هي تخرج من الجيم الاخير بشخصيه مختلفه تماما طبعا عن الجيم اللي فات، بحيث ان احنا نقدر ان شاء الله نحقق الفوز في اقرب وقت ممكن من المباراه ان شاء الله. برضه يا كابتن يمكن ناس كتير هيات ان المباراه انتهت وان فرق الواحد ده ممكن يتعوض بسهوله، مش عايزين ان الناس تفك، مش عايزين اللعيبه تفك، المباراه صعبه، المباراه لسه احنا جايين من المغرب والماتش لسه 2-1 لفريق نهضه بركان، فبرضه عايزين نتكلم ازاي ان احنا نقدر نوقف اللعيبه ونقويهم نفسيا ونبعدهم عن اي ناس بتفهمهم ان المباراه صعبه سهله والدنيا بقت سهله. لا انا اعتقد طبعا ان اللعيبه مش فاهمه خالص ان المباراه سهله، اللعيبه اكيد مدركه حجم المسؤوليه اللي عليها في الجيم ده، خاصة ان ده الجيم الاخير في البطولة، خلاص انت بتلعب على اخر نفس زي ما بيقولوا يعني، فاعتقد ان اللعيبة مش هتضيع الفرصة دي من ايديها، لان دي فرصة مش وارد انها تتكرر الموسم الجديد او يعني لسه مش عارفين، فطبعا دي حاجة في ايديا لازم ان انا قاتل اخر نفس بحيث ان انا اقدر احقق البطولة واستغل طبعا وجود الجمهور ان شاء الله هنا اللي هيبقى بعدد كبير، لان طبعا برضو ده كان عامل ضغط علينا هناك في المغرب وكانت المباراه صعبه، لكن انا شايف ان شخصيه الفرقه قويه بالذات في الشوط الثاني لنادي الزمالك هناك، قدرنا ان احنا نلعب بشكل جيد وقدرنا ان احنا برضو نخلق فرص وان احنا نحقق هدف هيفيدنا ان شاء الله كتير في المباراه الجايه، فان شاء الله يبقى في توفيق باذن الله من اللعيبه في الماتش هنا ان شاء الله، وطبعا اكتر حاجه بتمناها طبعا ان هيبقى في ثبات دفاعي اكتر من كده بحيث ان انا ما استقبلش اهداف، اهم حاجه ان انا اسجل على مرمى الخصم ان شاء الله وان انا ما استقبلش اهداف، ده اهم حاجه.
ازاي بقى يا كابتن النادي الزمالك يقدر يعوض غياب بعض اللاعبين اللي يمكن غابوا عن المباراه الاولى زي مصطفى شلبي وكده، ولكن ان شاء الله باذن الله نتمنى يكون موجود، ولكن في حاله عدم تواجده ازاي نقدر نعوض غياب اللاعبين؟ اه طبعا مصطفى شلبي لعيب كبير، وكل لعيبه نادي الزمالك لعيبه كبار. ف كابتن شيكا طبعا شيكابالا طبعا النجم الكبير بتاع النادي، واللي وجوده بيدي قوه للفرقه معنويه قبل اي حاجه، وان شاء الله يعني نقدر نشوفه لو يعني ولو حتى وقت قليل في الجيم ان هو يقدر نستفاد بيه ان شاء الله. بس اللي عايز اقوله ان اي مكان هيكون فيه اي لاعب من الزمالك سواء شلبي سواء اكينيولا سواء اي حد ممكن يلعب في المكان ده ان شاء الله هيأدي على اكمل وجه ان شاء الله. شايف بقى الضغط الجماهيري الغير عادي ازاي على طبعا تذاكر المباراة، على الحضور الجماهيري المنتظر ان شاء الله؟ شايف ازاي جمهور الزمالك دايما بيضرب مثل؟ شايف ازاي الضغط الجماهيري الكبير ده؟ جمهور الزمالك ده يعني من اعظم جماهير افريقيا، جمهور كبير طبعا، وطبعا الناس كلها عايزه تحضر المباراه، لان زي ما قلت لك دي مش وارد ان هي تتكرر كل سنه. احنا بنلعب على النهائي وفي ارضنا المباراه الاخيره، فطبعا كان في ضغط كبير جدا، حضور جماهيري الناس كلها عايزه تحضر. فاتمنى ان شاء الله ان الاستاد يبقى مليان جمهور بحيث ان هم يقدروا يأزروا الفرقه، وطبعا روح جمهور نادي الزمالك تخلي اي فريق في العالم يكسب. فان شاء الله الروح دي هي اللي منتظرينها من الجمهور، وان هم يقدروا يبقوا في ظهر الفرقه لحد اخر دقيقه ان شاء الله. رسائلك بقى للعيبه اخيرا يا كابتن. والله اهم حاجه التلاحم والوحده في الملعب، بره وجوه الملعب اهم حاجه ان هم هيقوا نفسهم نفسيا قبل الجيم، وما يبقاش في تفكير في اي حاجه سابقه سلبيه، كل التفكير يبقى في حاجات ايجابيه. واتمنى ان هم يخرجوا نفسهم بره اي مهاترات، وان هم يلتزموا بتعليمات المدرب، وان يبقى في بس استراتيجي افضل في وقفتهم مع بعض وفي تفاهمهم الدفاعي. شكرا كابتن احمد، نورتنا كالعاده. شكرا مراد، شكرا يا كابتن حبيبي. يعني لقاء خاص مع كابتن احمد السيد مدرب قطاع ناشئين بنادي الزمالك، كل التوفيق ان شاء الله للاعبي نادي الزمالك يوم الاحد القادم. الان اعود اليك يا نادين، اليك الكلام. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز مراد ابو جلال. ودلوقتي يلا بينا نروح على مدرجكم الافتراضي الشارع الابيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. كنا طلبنا من جمهورنا على صفحات قناه نادي الزمالك على السوشيال ميديا ان هم يبعتوا لنا فيديوز تشجيع للعيبه وتحفيزهم اكيد قبل النهائي المرتقب، وزي ما احنا وعدنا اننا هنذيع كل اللي بيتبعت لنا على السوشيال ميديا من الجمهور على قناتنا الحبيبه صوت المشجعين ونبض الشارع الزملكاوي. طبعا دلوقتي احنا هنحاول ان احنا ناخد اكبر يعني قدر ممكن من الفيديوز علشان نوريكم الناس قالت ايه والجمهور قالت ايه. كل يوم ان شاء الله هناخد يعني جزء مختلف لغايه يوم الاحد يوم النهائي ان شاء الله اللي هنتوج بيه يعني باللقب. رجاله الزمالك ان شاء الله هتكسبوا وتفرحونا، وباذن الله البطوله زملكاويه وانتوا قدها، وبحبك يا زمالك. قدامكم 90 دقيقه تقدر تغير حياه كل واحد فيكم، تقدروا تعملوا امجاد وتاريخ يحكي عليه الناس على مر العصور. في ايديكم انتوا تفرحوا كل الزملكاويه افريقيا يا زمالك. ما تنساش احنا التاريخ، العب بروح الفانلة البيضة، اعمل اللي عليك والتوفيق من عند ربنا، هنبقى وراك وفي ظهرك. عاش الزمالك وعاش حب في قلوبنا. زملكاوي زملكاوي زملكاوي. ان شاء الله انتوا هتشوفوا ملحمه اقوى من 2019 بكتير قوي قوي قوي، واحنا وراكم. وبقول للعيبه اللي لسه جايه جديد اول مره تلعب افريقيا مع نادي الزمالك، ما تخافش من حاجه، موت نفسك على الكوره واحنا في ظهرك وما تقلقش. كل الزمالك جاي بينادي. ان شاء الله البطوله بنت عقبه زي ما كنا معاكم باذن الله في 2019 في استاد برج العرب، هنكون معاكم في استاد القاهره ان شاء الله بالثالثه يمين يوم الاحد. وعاش الزمالك عاش كله في قلبه. ان شاء الله تقعد قدام الكونفدراليه ان شاء الله يوم الاحد. يا ليت نادي الزمالك احنا واثقين فيكم انكم هتاخدوا الكونفدراليه ان شاء الله وتحققوا اللقب القاري.
كأس الكونفدرالية، واثقين فيكم يا رجالة وانتم قد التحدي. الله، الزمالك يكسب الكونفدرالية 2-0 الجزيري وزيزو. ان شاء الله الزمالك يكسب 2-0 يوم الحد ويفرح جماهير نادي الزمالك كل انحاء العالم بدعم جمهور نادي الزمالك باذن الله. توفيق نادي الزمالك ان شاء الله يفرحنا ويفرح كل جماهير ويكسب البطوله باذن الله. مبروك يا زمالك. ازيك يا زملكاوية؟ والكاس بتاعك. الكاس زملكاوية والبطولة بتاعك. مشاعر حلوة قوي يا جماعة من بجد كل جماهير الزمالك، ومشاعر بنتمنى ان هي توصل دايما لكل اللعيبة، وان احنا كمان هنحاول كل يوم بجد ناخد اكبر قدر ممكن من الفيديوز اللي احنا نزلنا بوست فيها وقلنا للناس ابعتوا فيديوز نحفز بيها اللعيبة، وان شاء الله كل يوم هناخد جزء كبير جدا. والحقيقة مشاعر حلوة قوي، ولما توصل للعيبة اكيد يا جماعة تفرق معهم بشكل كبير جدا وهيحفزهم بشكل كبير جدا. ده البوست عايزين كل الناس تبعت على الميل فيديوز ليهم وهما بيقولوا رسالة للعيبة، وإن شاء الله هنحاول بقدر الإمكان نحن نعرض كل الفيديوز دي في البرنامج إن شاء الله في الحلقات القادمة من نهارك أبيض. خلينا بقى دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهاردة في نهارك أبيض، واللي كان بيتكلم عن لاعب هيكون سبب في التتويج بالكونفدرالية. اختار لاعب تتوقع تألقه أمام نهضة بركان ووجه له رسالة تحفيزية. خلونا نشوف كده جمهورنا قال إيه على السوشيال ميديا، ونبدأ من عند عبد الله علاء. صباح الخير عليك محمد عواد، هيكون نجم الماتش باذن الله، ولا يهمك يا عواد على الاخطاء اللي فاتت، وحط كلام الناس ورا ظهرك وما تفكرش فيه نهائي، وانت قدها لانك حارس كبير وهتجيب لنا البطوله ان شاء الله، وهتكون نجم الماتش باذن الله والبطوله زملكاويه. سيد فارس، صباح الخير عليك، بختار ال11 راجل اللي هيلعبوا المباراه، كل جمهور الزمالك يثق فيهم وفي قدراتهم، وباذن الله يكونوا على قدر المسؤوليه، وربنا يكلل جهودهم بالتتويج بالبطوله. زملكاوي لاخر العمر، تحياتي ليكي ولكل فريق العمل، بنشكرك جدا يا سيد. محمد النجار، صباح الخير عليك، ان شاء الله اللعيبه كلها تكون على قد المسؤوليه، واتمنى يكونوا جميعا في افضل احوالهم، لكن اللاعب اللي انا متوقع ليه التالق احمد فتوح وحمدي وزيزو، وان شاء الله يكون جميع اللاعبين في افضل حالاتهم ويفرحونا ونرجع من الاستاد مبسوطين بالبطوله الثانيه. خالد جمال، صباح الخير عليك، الجمهور اللي في المدرجات والجمهور اللي قدام الشاشات. يوسف، صباح الخير عليك، اتوقع تألق زيزو، لازم يكون فيه روح، والزمالك هيكسب ان شاء الله الفوز في استاد الرعب، وبالتوفيق للزمالك. 100 عقبه، تحياتي ليكي وقناه الزمالك، زملكاوي وافتخر، بشكركم كلكم، شكرا جزيلا على الكومنتس دي. ودلوقتي بقى خلونا نطلع لفاصل سريع، نرجع لكم بعديه في فقره سهم وكوس اللي هيكون منورنا فيها النهارده طبعا زميلي المحلل الرياضي جلاليو، وفقره حصاد الاسبوع اللي بنستناها كل اسبوع طبعا. اهلا بيكم من جديد، وصلنا لفقره حصاد الاسبوع اللي بيكون منورني فيها دايما يوم الخميس محمد عبد الجليل جلاليو، محللنا الرياضي المميز اللي بيدينا كده حصاد للاسبوع كرويا طبعا، زملكاويا وعالميا وافريقيا وكل حاجه. انت بتدينا حصاد لكل حاجه في الاسبوع يا جلاليو. كل اللي عايز حاجه هيجي هيجي هيلاقيها، اللي عايز حاجه يستنى حلقه يوم الخميس دي يسمع كل اللي هو عايزه بقى في الفقره. زورونا تجدون ما يسركم. انا بستنى الحلقه دي على فكره، بس صباح الفل، اعرف كل حاجه. وان شاء الله يكون اسبوع سعيد، دخلة جديدة إن شاء الله بتاعت الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يكون فيها ال 14 يا رب، ال 14 بطولة قارية، الزمالك عنده 13 بطولة قارية، بانتظار إن شاء الله البطولة رقم 14، ربنا يكرم رب. إن شاء الله يوم الأحد دي الكونفدرالية التانية يا جلاليو. يا مسهل يا رب، دي آخر حلقة في الأسبوع، وإن شاء الله داخلين على أسبوع جديد داخلين على أسبوع جديد وحصاد جديد وحاجات جديدة، عايزين يبقى حصاد كويس حصاد كويس إن شاء الله. الخميس الجاي بقى نتكلم على حصاد حلو بقى إن شاء الله. إن شاء الله خير بإذن الله. طيب لو هنبدأ بقى كده بحدث الأسبوع زي ما متعودين دايما، هيكون إيه هو؟ بالتأكيد حدث الأسبوع كان أفضل النتائج السيئة. الزمالك خسر الذهاب، خسر جولة الذهاب في بركان 2-1، والواحد قبل الاثنين، لان لما تسجل هدف بره ملعبك ده بيديك بوش كبيره قوي. صحيح، يحسب للزمالك انه بعد بدايه انا بعتبرها بدايه كارثيه ما كناش متوقعينها تماما الشوط الاولاني، انه رجع في المباراه. يعني انا
وكلنا جه في بالنا سيناريوهات مباريات سيئه جدا للزمالك كانت المفترض تدار بشكل افضل من كده وراحت في سكه وحشه جدا زي مباراه النجم الساحلي في سوسه وزي نهائي بريتوريا قصاد سان داونز. كلنا جه في بالنا السيناريوهات دي ان المباراه ممكن تهرب ويبقى لقاء الاياب المساله فيه صعبه جدا جدا. لكن الحقيقه ان في اخر 7 دقائق من الشوط الاولاني واول ربع ساعه من الشوط الثاني الزمالك عمل المطلوب في التوقيت ده. هل كان في الامكان افضل مما كان؟ بالتاكيد كنا ممكن كمان نتعادل ولو في شويه تركيز بس ده كان لازم من البدايه كنا ممكن كمان نكسب لان زي ما نهضه بركان منير الجعواني في 2019 مختلف تماما عن نهضه بركان معين الشعباني في 2024 بس برضه في نفس الوقت الزمالك في 2019 كان اكثر استقرارا الزمالك تاني برضه كان مع جروس مستقر فنيا جدا كانت اسلحته واضحه ما كانش نسخه مرعبه للزمالك كانت نسخه ولكن اكثر قوية. استقرارا دلوقتي الدنيا فيها مشاكل متعلقه بمساله بسيطه جدا على الاقل ان الراجل اللي عنده في المحلي غير اللي عنده في الافريقي صحيح. الغيابات اللي ضربت الفريق لدرجه ان احنا شفنا وجود سامسون على الجناح والحقيقه كان مشكله كبيره ربما كان موفق يا جاليليو في المركز ده اتظلم يعني انا مش عايز اقول ان سامسون كان وحش انا عايز اقول ان سامسون كان وحش في المركز ده سامسون مش جناح لا عنده كره الجناح ولا عنده واجبات الجناح ولا بيعرف يرتد مع الباك زي الجناح ولسوء حظنا او بمعنى اصح عشان اكون فير لسوء لجودة دراسة معين الشعباني ان اول 10 دقائق اللعب كله كان ناحية الجبهة دي صحيح. الجبهة الشمال للزمالك اللي هي اليمين لنهضة بركان اللي هي قوتهم بالمناسبة اللي هي فيها عادل تحيف اللي سجل الهدف الثاني براسه وطبعا يوسف الفحلي اللي كان مكسر الدنيا في اول ربع ساعة وكانوا عاملين جبهة تقيلة قوي على فتوح اللي ما كانش في افضل احواله صحيح. على مستوى التركيز صحيح. ودي رسالة مهمة قوي يوم الحد كباتن الفرقة اللعيبة الكبار واللي عندهم شخصية دولية كبيرة لازم ان شاء الله في لقاء الاياب دول يكونوا هم التوب صحيح ضربه الجزاء اللي جت في الاول دي يا جاليليو من وجهه نظرك اربكت اللعيبه يعني خلت اللعيبه في بعض اللعيبه بيطلعوا غصب عنهم من التركيز بتاعهم الكامل في المباراه لما بيحصل لقطه زي دي او غلطه زي دي في وجهه نظرك ده كان سبب من ان احنا ما نلعبش الشوط الاول بافضل شكل ممكن بصي التركيز انا حسيته غايب من اول الميس باس بتاع حسام عبد المجيد اللي في الدقيقه الثالثه وقتها حسيت ان لا الجيم ده مش بتاعنا خالص بعد الجول الثاني انا كنت خايف الموضوع يروح في حته اصعب لكن ما هون كده زي ما قلت لك ان الزمالك في اسوا حالاته الفنيه عنده الشخصيه بتاعه الفريق وان نهضه بركان ما كانش الخصم الشرس المرعب اللي قدر يكمل على الاثنين بالعكس خاف من رد فعل الزمالك وبالتالي تراجع لورا وتحسي ان معين الشعباني كان راضي بالنتيجه في اخر ربع ساعه صحيح. كمان الفريق ده فريق المغربي نهضه بركان ده فريق انهار بدنيا في اخر ثلث ساعه يعني انا حسيت ان كل الكور الطويله اللي بيلعبوها او اللي بيغيروا بيها عرض الملعب تطلع اوت هم مش قادرين يجيبوها ودي نقطه مهمه قوي ولاحظنا ان هم كمان لياقتهم البدنيه قلت قوي بالظبط ما انا بكلمك ان هم بدنيا مش احسن حاجه مظبوط خلي بالك كمان يا نادين في احصائيات بتؤكد ان الزمالك كان هو تقريبا اللي عنده الافضليه في اللقاء من بعض من اغلب الامور رغم سوء حاله الزمالك الفنيه تحديدا في الشوط الاولاني يعني مثلا اكتر لاعب عمل تمريرات ناجحه كان دونجا رغم اصابته وانا بحييه معانا دونجا ما كانش احسن حاجه لكن الحقيقه انه اكمل المباراه مصاب صحيح. وكان عنده تقل كبير قوي في الخلفيه وتحامل على نفسه لان كان مهم وجوده كمان الاكثر تسديدا كان واحد من اهم نجوم اللقاء ان لم يكن نجمه الاول سيف الدين الجزيري اللي انا بحييه على روحه قبل تركيزه لان سيف دايما في الماتشات الكبيره بيكون حاضر واللعيب الكبير بيبقى موجود في الماتشات الكبيره النهائية. تركيزه صحيح. وروحه انا في كوره في اخر الشوط الاولاني هجمة علينا كانت كورنر واتلعبت مرتدة سيف الجزيري قطع الملعب كله عشان يقدر يعمل التاكلينج وينقذها ومع بداية الشوط الثاني بيبقى موجود بس هشرح لك برضو الجول الثاني ده دخل عشان سامسون بقى فين كمان الأكثر نجاحا في المراوغة كان أنا بعتبره مان اوف ذا ماتش محمد شحاتة وكان هو كمان الأكثر فوزا بالالتحامات نفس اللاعب هو محمد شحاتة 13 التحام 11 التحام أرضي فاز ب8 و8 التحامات هوائية فاز ب5 الحقيقة محمد شحاتة عمل جيم كبير جدا وهنجيله دلوقتي بشكل يعني انديفيدوال على أرقامه وعلى تميزه في اللقاء الاستحواذ كمان كان للزمالك في نهاية المباراة ودي رسالة لجوميز إن الزمالك مش لعبه لعب مباشر مش لعبه لعب صريح مش لعب فكرة ان انا بوصل الكرة باقرب شكل ممكن لا ده شغل نهضة بركان مع معين الشعباني لعب مباشر صريح كلاسيكي مدرب عارف هو الجيم بتاعه ايه ما تحسيش ان نهضة بركان بيلعب كومباكت جيم او سيكسي فوتبول لا هو جيم
مختصر في انه بيعرف ياخد المفيد ويركن، ما عندوش حاجه تانية. لكن احنا اللي عندنا الجزئيه دي صحيح. احنا اللي عندنا جزئيه لازم تمرر كتير، لازم ترهقهم بانك تقعد تباص الكوره زي ما بنعمل. انا متفاهم ان غياب عبد الله وناصر ماهر قلل الجزئيه دي في العمليه دي تحديدا، عمليه البناء من تحت وعمليه الباص الكتير وعمليه تزهيق وارهاق المنافس بان الكوره تبقى معاك دايما. ولكن في النهايه بمجهود محمد شحاته، بوجود دونجا، باستغلال احمد حمدي اكتر من كده، اعتقد ان المساله ممكن تبقى ميكانيزم، ما تبقاش افراد بس صحيح. ميكانيزم كامل بيتم العمل عليه صحيح. في كل الاحوال 1-0 نكسب، ولكن مره ثانيه وثالثه ورابعه. احنا هزمنا في الذهاب، لازم لعيبه الزمالك تبقى نازله مباراه الاياب بالعقليه دي صحيح. مش عقليه ال1-0 وهجيب واريح وشكرا، لان لا. ممكن فعلا الكره تعاقبنا كلمتك، ممكن جدا يعني... لا قدر الله. ولازم نكون مستعدين لكل السيناريوهات صحيح. وارد ننزل اول ربع ساعه نهضه بركان يجيب جون صحيح. مش كوره، ابقى مستعد. وده اللي حصل في ماتش فيوتشر في العوده. ناس برافو عليكي، احنا كنا متقدمين لان فيوتشر جاب جول وبقى مغلوبين. طيب يبقى ساعتها اعمل ايه؟ لازم اكون محضر بلان بي. وارد الهدف يتاخر لاخر ربع ساعه صح. مباراه 2019 احنا الشوط الاول 0-0 وكنا نازلين متوترين والجمهور لازم، لا مفيش حاجه اسمها كده. استغل الجمهور لتحفيزك وتركيزك صحيح. ما تستغلش الجمهور لضغطك، الجمهور مش جاي يضغطك، الجمهور ثقه تماما ان يوم الاحد هيشجع من الصفر للتسعين، هو ملوش دعوه باي حاجه تاني. لعيبه الزمالك لازم تبقى نازله فاهمه كده، وهي رايحه من الفندق لغايه الملعب هيبقى كله زمالك 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 وبس، مش هيبقى فيه في القاهره يوم الاحد الا اللون الابيض. ده حافز ليك صح، مش عامل موتر عليك. لا طبعا لا طبعا. طيب لو هنروح بقى للاجمل في الاسبوع من وجهه نظرك. بصي انا بحب جدا اللقطات التلقائيه اللي بتتاخد على اخوانها كده زي ما بيقولوا، اللي ما بيكونش فيها اصطناع صحيح. سيف الجزيري مش بس كان من افضل لاعبي المباراه وسجل هدف ربما يكون هدف العوده للتتويج باللقب لولاه كانت البطوله في مهب الريح طبعا، ومش بس كان من اكتر اللعيبه الفايترز اللي في اللقاء في التاكلينجز وفي الارتداد وفي القيام بادواره الهجوميه وفي التسجيل وفي حتى في اهدار الفرص، حط كره حلوه الشوط الاولاني اللي براسه اللي فتوح عملها له، عمل كل حاجه في المباراه متعلقه بالملعب. لكن خارج الملعب كمان لما لقطت المشجع المغربي اللي نزل طبعا. بالعلم الفلسطيني اول ما نزل سيف الجزيري كان ليه رياكشن، هي معانا اللقطه، تحس ان وشه مبسوط باللي شافه، تحس ان هو ما عندوش اي نوع من انواع الاصطناع، مظبوط بيسقف له ومبسوط ان هو بص يرد، بص وش سيف الجزيري بيتكلم وكانه فرحان جدا بالحاجه اللي شافها صح. واللي بنوصل بنحاول نوصل لهم اقل القليل بالدعاء وبالدعم ليه اهلنا في فلسطين طبعا. وفي غزه، وكل ربنا حاجه بتفرق يا جليلو يعني كيد. كل لحظه، وخلي بالك اللقطه دي جميله بقى في الملعب للي حضر اللقاء يعني طبعا. حد من اللي حضر قالوا لي ان لما اللقطه دي نزلت علم فلسطين الجمهورين قعدوا يهتفوا لفلسطين، جمهور الزمالك اللي كان حاضر وجمهور نهضه بركان في الملعب البلدي طبعا. دي لقطه مميزه جدا برضو ان احنا نشوف الجمهورين، مفيش اجمل منها بصراحه، بغض النظر عن النتيجه بغض النظر عن الماتش طبعا. دي كانت لقطه حلوه قوي، والحقيقه ان المباراه تمت في اجواء حلوه بصراحه صحيح. استقبلونا احسن استقبال، جمهورنا تم استقباله احسن استقبال، وبالمثل ان شاء الله هنا مرحب بيهم. هم النهارده اعتقد هيوصلوا على متن طياره خاصه، كل الترحيب بيهم وبالاشقاء طبعاً. المغاربه، يفوز من يفوز في النهايه دي كوره، ولا اول ولا اخر بطوله صحيح. كل الاحترام لنهضه بركان وبعثته وجمهوره طبعا. طب شفت برضو في لقطه كده عجبتني قوي من ضمن اللقطات اللي كانت حلوه يعني في الاسبوع ده، لزيزو وهو بيحتفل بجون سيف الدين الجزيري، شفت الحماس وشفت الحب والفرحه اللي كانت فيه وهو بيحتفل، تحس ان هو بينفض جبال من الهموم عليه. شفتها طبعا، يعني بتدل برضو على ان اللاعب ده هو فعلا همه الاول والاخير الزمالك، هو مش بيبص لنجاحات فردية. يعني هو برضو باصص على الزمالك، همه الزمالك والنتيجه في الاول وفي الاخر. لقطه مميزه جدا لزيزو. زيزو مش بس كده، كمان خلي بالك لو هنتكلم في نجاحات جماعيه، زيزو هيبقى واحد، هو بالفعل دلوقتي واحد من افضل صناع اللعب في تاريخ الزمالك طبعا. واحد من افضل اللي عملوا تمريرات مساعده وتمريرات مساهمه. الكروس اللي عمله زيزو دوت، وهنيجي لزيزو دلوقتي على احصائيه مرعبه لارقام لاعب خيالي. زيزو بقى في حته تانية خالص فعلا، زيزو. سوبر زيزو مش ممكن الارقام. احنا هنا مش بنحاول نتكلم عن زيزو، انه انا بحس ان زيزو احيانا مش واخد حقه حتى عندنا احنا نفسنا صحيح. يعني احنا من كتر ما احنا بنحبه ضغطين عليه ساعات بالظبط كده. لكن في النهايه ارقام زيزو بتؤكد على انه اصبح في مصاف العظماء، في مصاف الاساطير في الـ 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 في نادي الزمالك، ويبقى الرهان الاكبر عليه. عشان كده دايما بنحب نقول له ان وجودك في الملعب بيدي اضافه كبيره جدا طبعا. وعشم الجمهور فيك، و
قصة ان هما دايما بيحملوك انت انك لازم انت اللي تبقى الافضل، لازم انت تبقى الاحسن، لان دول هما دايما عشمانين فيك في كده من ساعة ما انت كنت في 2019 اول ماتش ليك داخل نادي الزمالك. فالحقيقة ان اللقطة دي برضو من اللقطات الممتازة. بصي هو الاسبوع فيه لقطات حلوة، بس انا اخترت لقطة علم فلسطين لان حسيت ان كل حاجة توحدت عليها. طبعا طبعا طبعا. طيب لو هنتكلم بقى على الافضل في الاسبوع، بصي في 2019 لا يوجد لاعب بدأ تشكيل الزمالك الأساسي في النهائي وكان موجود في 2024. يمكن زيزو، بس زيزو نزل كبديل وطبعا لعب ضربة الترجيح اللي أهدتنا اللقب إن شاء الله عقبال ما يكون مساهم في اللقب الجديد بإذن الله يوم الحد. لكن الخبرات ما كانتش موجودة على مستوى النهائيات القارية، كلهم جداد، كلهم بلا استثناء، رغم أن عندهم خبرات، لكن على مستوى خوض نهائي قاري كانش فيه ولا لاعب. فمن المفترض أن الشخصية تكون عند اللعيبة القدامى نوعا ما، او اللي عندهم خبرات اللعب مع الزمالك. هنشوف المسلوسي، هنشوف دونجا مثلا، هنشوف سيف الجزيري زي ما كان متالق. لكن الحقيقه ان محمد شحاته اتفاجئت بيه جدا، لان اللاعب الكبير بيتولد في الماتشات الكبيره. صحيح. واللاعب الكبير بيظهر في الماتشات الكبيره، فما بالك بمباراه نهائيه بره ملعبه بيقدر يكون احد افضل اللعيبه اللي بتستخلص واللي بتمرر، وبياخد دور القياده في الملعب، في قياده وسط ملعب الزمالك. كان ليدر بالكوره، ودي نقطه مهمه قوي. يعني حتى زميلنا العزيز مصطفى جمال احقاقا للحق في موقع يلا كوره كان ناشر التقرير التحليلي الممتاز دوت عن قد ايه محمد شحاته في لقطه الهدف الاولاني ضرب اتنين لعيبه بتمريره عموديه بسيطه جدا من بدائيات الكوره، قدر يخلي زيزو في موقف مريح انه يلعب الكرة العرضية. فانت عارف كمان ان في ناس شبهته بطارق حامد، يعني ناس كتير قوي شبهته بطارق حامد. هو عنده روح طبعا، لسه بدري عشان برضو ما حدش يقول انتوا بتنفخوا، لا لسه بدري جدا. شحاتة على الطريق، لاعب واعد جدا، موهبة جاية جدا، لكن البدايات بتاعته بتقول ان هو ممكن جدا يبقى حاجة. محتاجينه قوي يكمل على كده، محتاجينه جدا يركز في كده. احنا بنقوله كده عشان ندعمه. صحيح. مش عشان يتغر ومش عشان اي حاجة. بنحفزه من اجل التحفيز بالظبط. انا التمريره دي بالنسبه لي من التمريرات المهمه جدا في اللقاء، محدش خد باله ان شحاته هو اللي اداها لزيزو، خلاه في وضع مريح يعمل الكروس الرائع بتاعه اللي معتادين عليه عشان تبقى بالمقاس على راس سيف الجزيري اللي حطها شومه في حارس نهضه بركان الحمياني. الحقيقه ان كمان على مستوى الشخصيه النفسيه لما بيكون لعيب صغير في مباراه زي دي بيتعرض لاستفزاز ممكن جدا تفلت منه يتعصب. عايزه اقول لك يا زيزو يا جاليليو، عايزه اقول لك ان احنا انا بص انا دلوقتي بفكر فاهم في المباراه في اللقطه بتاعت زيزو المميزه اللي انا وانت اتكلمنا عليها بالزبط. كنت عايزه اوريك اللقطه اهي معانا بعد ما طبعا جون سيف الدين الجزيري يعني سجل الهدف، هو قعد يحتفل بقى بالحماس اللي انا وانت كنا بنحاول نشرحه، وانا بس حبيت اقول لك ان اللقطه معانا. خلي بالك كمان توقيت الهدف يفرح اي حد. اول دقيقه في الشوط الثاني بترجعي طبعا، والكروس الناجح بتاعه يجي بالطريقه دي، فتحس ان زيزو ايه اللي هو يعني اللي هو يس، عارفه شال من على صدره كده الجبال، لان الجول ده مهم ومريح توقيته جدا، توقيته كمان مهم جدا بالظبط. وبعدين بما اننا بنتكلم على زيزو، انت قلت لي في احصائيه مهمه قوي على زيزو خارقه. يعني بصي زيزو مش بس الافضل الموسم دوت على مستوى الكونفدراليه بكونه الاكثر مساهمه سواء على صعيد الاهداف او على صعيد الاسيستات، لانه مساهم في 9 اهداف، مسجل 4 وصنع 5 تمريرات حاسمه بالاسيست الاخير اللي عمله لسيف الجزيري. لكن كمان زيزو هو اكتر من صنع فرص تهديفيه في الكونفدراليه الموسم ده، 22 فرصه منهم 6 فرص محققه، وده الريت الاعلى. زيزو اكتر لاعب قدم تمريرات حاسمه زي ما قلنا في الكونفدراليه الموسم ده 5 تمريرات، والاكثر مساهمة في الاهداف بشكل عام 9 اهداف. خلال الموسمين ونص الاخر زيزو صنع 44 هدف مع الزمالك وقدم 103 مساهمة تهديفية بمعدل 41 مساهمة في السيزون الواحد، وده أكبر معدل في تاريخ الزمالك كبير جدا في فترة زي دي. 357 عرضية ناجحة في المواسم الأربعة الأخيرة. فاضله 5 مساهمات بس عشان يبقى أكتر لاعب ساهم بأهداف في تاريخ الزمالك القاري ويعدي كابتن عبد الحليم علي. إجمالا زيزو الموسم ده اللي احنا ناس بتقول ان زيزو متراجع وزيزو مش احسن حاجه، طب زيزو الموسم ده اللي هو لسه فاضل فيه 19 مباراه في الدوري و5 محتملين ان شاء الله لو الزمالك كمل في الكاس وماتش الاياب، زيزو ساهم الموسم ده ب 21 هدف ولسه الزمالك فاضل له 25 مباراه. كمان بمساهماته القاريه الاخيره في التشامبيونز ليج والكونفدراليه السنه دي، زيزو دخل قائمه اكتر 5 مصريين صنعوا اهداف
في مسابقات الكاف للأندية، بقى في التوب 5 ليست برصيد 14 اسيست. مش بس كده، بكم الفرص اللي بيصنعها لزمايله بقى صاحب أعلى معدل صناعة فرص في بطولات الكاف للأندية آخر 4 سنين، بمعدل فرصة كل 33 دقيقة وبإجمالي 100 فرصة. أنت متصورة أن الأرقام ديت بتؤكد على لاعب من طراز فريد مختلف، بيتفك بأربعة، عارفة اللعيب اللي يتفك بأربعة ما يتعوضش بسهولة. فكل الأرقام ديت إهداء للناس اللي ممكن تقولك بس أصل زيزو متراجع، بس اصل زيزو ما كانش احسن حاجه. زيزو الحقيقه يعني، بس يا جلالي هو مش مهم لينا كزملكاويه، بس هو مهم لكل المصريين يعني. بالتأكيد. زيزو حتى مجهوداته والحاجات اللي هو بيقدمها لمنتخب مصر يعني كبيره جدا. لاعب مهما نتكلم مش هنوفي حقه، فما ينفعش ان احنا نحكم بقى انه اصل زيزو متراجع ومستواه مش احسن حاجه في الموسم ده. زي ما انت قلت الزمالك لسه قدامه تقريبا 25 مباراه، 19 منهم دوري، والمباراه اللي انت المباريات اللي انت قلتها 21 مساهمه تهديفيه. بالظبط 21 مساهمه تهديفيه، يعني تقريبا زيزو رقم كبير جدا في الكونفدراليه. كمان زيزو مساهم بنسبه 43% من اهداف الزمالك في البطوله دي، فهي بطولته بامتياز. صحيح. وبالتالي ان شاء الله في حال تتويجنا بيها هو بدون اي منازع وبدون شك هو نجم البطوله الاول وافضل لاعب في البطوله دي، جايزه مضمومه. صحيح. بالنسبه لزيزو، واعتقد كمان ترشيحه على مستوى جايزه افضل لاعب داخل القاره الافريقيه هيكون مساله وقت. شيء منتهي، دي حقيقه. طيب لو هنروح بقى لفال الاسبوع. بصي هو فال مقلق شويه لكنه في النهايه بينتهي بخير. فكره الزمالك بيعمل ايه لما بيتاخر بهدف خارج ملعبه في ذهاب نهائي قاري؟ للمصادفه القصه دي حصلت مرتين ودي الثالثه، والثلاث مرات مدربين اجانب في تاريخ الزمالك القاري. احنا عارفين تاريخ الزمالك القاري اغلب اللي صنعوا اسمهم بحروف من ذهب فيه اجانب، سواء بقى فيرنر، جروس، كارتيرون، كابرال، اوتوفيستر. المصريين هم اتنين طبعا، العظيم كابتن محمود ابو رجيله والراحل القدير العظيم ايضا الكابتن محمود الجوهري. لكن على صعيد الهزيمه في الذهاب 2-1 او 1-0 او التاخر بهدف عموما في الذهاب حصلت مرتين. المره الاولى كانت بالنص كده في نهائي 96 في نيجيريا، شوتينج ستارز. الزمالك قدم مباراه جيده لكن شوتينج ستارز كان فرقه مرعبه طبعا، كان فيها عناصر مميزه جدا. دي احصائيه خاصه بنهضه بركان بيعمل ايه بره ملعبه وتقارنيها بجوه ملعبه عشان تشوف الفرق المرعب ما بين الاثنين. بس على العموم يعني بما اننا عارضين نهضه بركان فدي احصائيه بتؤكد ان نهضه بركان خارج ملعبه خصم مستأنس تماما. يعني تخيل ان هو على ملعبه لعب 20 مباراه بتبقى نسبه فوزه في ال 20 مباراه دي 70%. ومعدل تسجيله هدف فاصل 8 من 10 لكل مباراه. خارج ملعبه بقى مختلف تماما السيزون ده، لعب 18 مباراه نسبه الفوز اللي كانت 70% بتقل ل 27.8%، يعني كتير. اكتر من النص قلت كتير، قلت لاكتر من النص. ومعدل تسجيله اللي كان 1.8 بقى تقريبا 89% هدف للمباراه الواحده، يعني برضو قل اكتر من طبعًا. النص طبعًا. ودي رساله لجوميز ولاعيبه الزمالك والتيم الزمالك كله يوم الاحد، خصمك خارج ملعبه فنيا، احنا بنتكلم فنيا، خصم مستأنس، ما تدلوش فرصة يدخل الجيم. صحيح. وفي فرق كبير قوي ما بين ادلوش فرصة ادخل الجيم وفي ان انا ابقى مستعجل. انا لازم اكون سريع، لعبي مباشر اكتر، لازم يكون عندي اكبر قدر ممكن من التواجد في نص ملعبهم، من التمريرات الكتيرة اللي ازهقهم بيها وافتح خطوط وافتح ثغرات في دفاعهم، لكن ما اكونش مستعجل. الهدف اتاخر مفيش مشكله، الهدف جه بدري اهلا وسهلا. في النهايه 1-0 مش صعبه ابدا، لكن المهم اخطط لها صح وابني عليها ان شاء الله بعد ما الهدف يجي. صحيح. فنهضه بركان خارج ملعبه مختلف تماما عن نهضه بركان اللي داخل ملعبه اللي ما كانش بالنسبه لنا كمان الخصم الصعب. صحيح. فما بالك وهو بره ملعبه. دي مش دعوه للاستسهال، دي دعوه للتفاؤل، لان في فرق كبير قوي ما بين الاستسهال وما بين التفاؤل، وان انا ابقى عارف قدرات اللي قدامي والعب عليها عشان احقق اللي انا عاوزه. صحيح. طيب الزمالك بقى بيعمل ايه لما بيخسر في الذهاب او في نهائي؟ عندنا مرتين. المره الاولى شوتينج ستار 96 اتغلبنا 2-1. في الاياب 2-1 جبناهم الحمد لله مدحت عبد الهادي ورقصته الشهيره والكابتن ايمن منصور، ورحنا ضربات جزاء بعد ما سجلوا فينا هدف كده. كابتن حماد امام وقتها ليه تعليق تاريخي انا ما انساهوش، الله يرحمه ويحسن اليه، اسطوره وصانع الشعبيه في الستينات، لما قال انا قعدت اقول لك خلي بالك خلي بالك، وقعد يخبط كده على الترابيزه وهو بيعلق. طبعا شوتينج ستارز لما جاب الجول بعد استسهالنا ورحنا بمليون فرصه بعد 2-0، بس هو ده الزمالك يعني لازم يعيشنا السسبنس. رحنا ركلات ترجيح وكان ماراثون، وفي النهايه الحمد لله كسبنا
وبرضه الكابتن حماده امام ليه الفويس الشهير، مبروك لمصر، مبروك لنادي الزمالك. صحيح. وثم في 2019 اتغلبنا 1-0 من نهضه بركان نفسه في الملعب البلدي ببركان، تاخرنا برضه بهدف بره ملعبنا، وفي الاياب قدرنا نفوز 1-0 ونصل لركلات ترجيح، وطبعا ما اشهر ركله زيزو وخلع التيشيرت وبرج العرب اللي ومصر كلها اللي ما نامتش ليلتها. صحيح. وبالتالي ان تاخر بنتيجه ذهابا بره ملعبنا فالخير ان الزمالك بياخد البطوله، لكن مقلق ان احنا هنعيش سسبنس ابن لذينه. طبعا لا احنا يعني متعودين عليه جليل. خلاص يعني بقى انت لسه خايف تعيش سسبنس. جمهور الزمالك رايح الملعب يوم الاحد اللي هو ها يا جماعه يعني هيحصل لنا ايه النهارده يعني، عارف اللي هو ما يبصش على الملعب اللي هو ها اللي جنبه يقول له صدق على الله. ده هي احنا بنعيش السسبنس ده دايما يعني يا جليليو. طيب تصدي الاسبوع مفيش شك، مفيش شك ابدا ان اللي عمله اورتيجا في ماتش توتنهام وسيتي انقذ قلب جوارديولا. الحقيقه ان التصدي شفت بتاع كمان الرياكشن بتاع جوارديولا كان عامل ازاي، هنجيله دلوقتي لان ده رياكشن يعني مسخره ده يهلك من الضحك. بس انا عايز اقف عند الحته دي، اللقطه بتاعه اورتيجا والتصدي ده مش مجرد رد فعل حارس على انفراد، ده شيء جوارديولا نفسه اكد عليه في جزئيه مهمه قوي يا نادين، وهي فكره الثقافه الالمانيه عند حراس مرماهم في التعامل في موقف واحد على واحد. يعني ايه الثقافة الألمانية؟ هم عندهم تكنيك، حراس الألمان دول فظاع في الانفرادات، وحوش صحيح يعني من قبل وشبه كمان تصدي مارتينيز في نهائي فاكرة بس لا بس معلش يعني تصدي مارتينيز ده انا بحب ميسي بقى يعني طبعا انا عارفه طبعا تصدي مارتينيز ده مش هيجي زيه ولا بعده. يعني تصدي مارتينيز ده على راي احمد عفيفي تعتزل بعديه. يعني لا ده كاس عالم خلاص يعني كده طبعا طيب ده بريمير ليج عملت كل حاجه، حاجة ممكن تتعمل لكن تصدي مارتينيز ده يعمل اللي هو عاوزه طبعا. يعني هو يعني شايل كتير الفتره الاخيره وبيغلط لكن هو بعد اللي عمله في كاس العالم خلاص ما حدش هيقدر بقى يتكلم. جاب كاس عالم لميسي يا جماعه. فالتصدي ده الحقيقه ان هو انا من اول اوليفر كان لما كنت بشوفه كان وحش، يطلع على المهاجمين يرعبهم يخضهم بس يضيع الكوره. مانويل نوير طبعا اشطر واحد في عمل فكره النجمه دي، انه يفتح حوض ويفتح ايديه فتحس ان جسمه اتضرب في ثلاثه مظبوط، فالكوره لازم تخبط فيه هتخبط في جسمه هتخبط تحس ان الجون فجاه ضاق. على فكره مع الفارق في التكنيك بس افضل حارس شفته بيعمل دي في مصر في الانفرادات كان عبد الواحد السيد. عبد الواحد السيد الصليبي اثر عليه جدا، كل التحيه طبعا للكابتن عبد الواحد، ان شاء الله يكون ليه دور طبعا، وهو ما زال بالتاكيد ليه دور مهم قوي في ماتش يوم الاحد وفي موسم الزمالك. بس عبد الواحد السيد انا اتفرجت عليه، عبد الواحد ايام كان عبد الواحد بقى كنا بنسميه الوحش في ايه، كان مهم جدا في حته الانفراد دي، كان بيعمل حركه غريبه قوي، يبقى المهاجم قدامه في انفراد هو يعمل ايه، يقف مكانه الثانيه اللي المهاجم ينزل عينه على الكوره يكون هو خد 2 متر قدام وطالع قافلها له ومفرود، يحس ان المهاجم فجاه ان هو بقى قدامه اللي هو ايه ده، ده جه منين ده. فكان عبد الواحد عنده الميزه دي دايما في الانفرادات. صح. لكن تكنيك الفرد بطريقه النجمه دي دي مش صدفه، اورتيجا مش صدفه، خلي بالك اورتيجا حتى بص جوارديولا عملها تقريبا. انت عارفه جوارديولا جاب اورتيجا ليه؟ عشان هو مع طبعا يستاهل البوسه والقبله والحضن وكل حاجه، بس جوارديولا لما جاب اورتيجا من ارمينيا بيلي فيلد عشان هو لاعب احصائياته كانت بتقول ان هو مميز قوي في التمرير الخلفي. صح. الفوت ورك بتاعه ممتاز، وجوارديولا بالنسبه له الحارس مش مهم يصد بس يلعب برجله كويس مزبوط. يبني الهجمه من تحت، لكن ما كانش يعرف ان اهم ما يميز الحارس الالماني هو اللي هينقذ سيناريو الكوره. يعني ادرسون كان خارج زعلان وكان متضايق وشاط الارض إن يعني ايه هو حاسسها. لا سبحان الله بقى اورتيجا نزل ضيع بقى كل طبعا ولقطه للتاريخ وانقذ بيها دوري. صحيح. هو الاصعب في تاريخ جوارديولا لانها منافسه ثلاثيه مظبوط، اول مره يواجه منافسه ثلاثيه، يعني ثلاثيه على اللقب ثنائيه من فريقين كانوا وراه خطوه بخطوه وكتف بكتف. والحقيقه ان ارسنال هيكون دايما او زي ليفربول ما عملها هيكون هو الخاسر المتوج. صحيح. هيكون ثالث خاسر متوج في البريمير ليج بعد نسختين لليفربول يورجن كلوب. صحيح. طب جمهور الاسبوع بقى يا جلالي دايما جمهور الزمالك يقول لك لفينا وراه في كل بلاد من شرقها لغربها، الاهازيج الجميله اللي عملوها خلينا نسمعها، لان بصراحه موقع البطوله المغربي بروزها بشكل رائع. كانهم كانوا مبسوطين بالمنظر، اعتقد معانا اللقطه صوت وصوره ممكن نتفرج عليها. حاجة ممتعة جداً جداً جداً, جداً, جداً جمهور رائع، صوته كان مسموع في الملعب في بعض الأوقات حتى على جمهور نهضة بركان على قلته سافروا وكتر ألف خيرهم بجد. جمهور الزمالك لا جمهور يبقى مختلف دايماً طبعاً دايماً يعني طبعاً ده طول الوقت رحلة صعبة وعملوا أجواء رائعة الحقيقة، حتى احتفال دونجا معاهم بعد الهدف رايح لهم، لأنه عايز يقول لهم يعني احنا جبنا الجون ده عشانكم عشان ما تروحوش وانتوا واحنا مغلوب، حتى لو هنعوض في الاياب ان شاء الله
بس كان لازم نسجل الهدف ده ليكم عشان ده تفرق. على فكره لو الهدف ده يعني زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه هو فرق بشكل كبير إن شاء الله جدا يكون هدف وصوره دونجا هو واحتفاله وهو بالظبط بالظبط بعد طبعا دونجا معاهم كانوا بيقولوا لهم الجول ده ليكم يعني أيوة ان شاء الله عقبال ما نهدي البطوله ليهم باذن الله. ايوه طبعا الله. طيب وداعيه الاسبوع بقى يا جلال، كيليان امبابي اخيرا خارج اسوار باريس سان جيرمان بعد معاناه كبيره مش عارفين هنعمل مسرحيات ومسلسلات ورئيس فرنسا يكلمه ومش عارف قطر تقول له ويتقابل في الشانزليزيه، لا تعال لنا قصر، قصه طويله جدا اهدر على نفسه سنوات من المجد صحيح مقابل اموال كان هياخد فلوس كتير قوي، انت مش هتلعب في مركز شباب الحبانيه في الاخر، انت بتلعب في ريال مدريد، ففي النهايه هو انا بعتبر دوت غباء ملعب منه. خلينا بقى نروح على تراجيديه الاسبوع. يورجن كلوب طبعا. انا شفت لقطته وهو في الملعب واقف لوحده كده في وسط الملعب وبيفتكر 7 سنين من المجد. والحقيقه دايما ان احنا في الشرق الاوسط هنا عندنا بره الناس دي مش عندها كده طبعا. عندنا انطباع اللحظه الاخيره، يعني انا ونادين لو علاقتنا مع بعض طول الوقت كويسه وجت شتمتني مثلا وسافرت هبقى فاكر نادين بكل حاجه وحشه، هنسالها كل الشيء الكويس. ربما يكون يورجن كلوب ما ختمش مسيرته مع ليفربول بلقب مهم الموسم ده، لكن لا شك ان يورجن كلوب له اثر في تاريخ طبعًا النادي ده. طبعا طبعا الكامباك اللي عمله يورجن كلوب لليفربول، المشروع اللي بناه، البطولات العظيمه اللي حققها، البريمير ليج التاريخي اللي خده في سنه الكورونا، والتشامبيونز ليج التاريخي اللي خده قبلها، كل العظمه اللي عملها يورجن كلوب المتعه اللي اداها لنا احنا من منافسته مع جوارديولا صحيح. من صراعه لدوري ال 99 وال 100 وال 101 نقطه، كل التحالي يورجن كلوب أكيد. بس التراجيديا يا عيني ان هو واقف في الملعب تحس ان هو بيفتكر سنوات العمر. ماتش وولفرهامبتون يوم الاحد في الانفيلد اعتقد ان جمهور ليفربول هيودعه احسن وداعيه ممكنه لانه مدرب تاريخي واسطوري اكيد واكيد هنشوف بقى هيودعوه ازاي فعلا من اسطوات صناعه الفسيخ شربات يورجن كلوب بالامانه يعني طبعًا. له كل التحيه طفره كبيره جدا حصلت في ليفربول اكيد بسببه. كل التحيه ليك يا جلالي، والحقيقه الفقره عدت بسرعه جدا، كان في كلام كتير ولكن الوقت الحلو بيجري وبستنى دايما الفقره طب دي. طب تعالي ناخد توقعات يوم الاحد. طب يلا يلا بسرعه جدا بسرعه. انت تقولي كام كام؟ 2-0 ان شاء الله. اقول انا بقى 2-1 وضربات جزاء للزمالك. ما توترنيش بقى يا جلالي وكفايه هو ده الزمالك بقى. انا مذاكر انا عامل دكتوراه في الزمالك. احساسي 2-1 وضربات جزاء. المهم ان شاء الله الزمالك ان شاء الله هنكسب باذن الله. المهم دي يعني توقعاتنا ان شاء الله هنكسب. نتقابل الخميس. نتقابل الخميس ماشي هنزيع اللقطه طبعا. يعني بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اخر حلقه في الاسبوع وفقره يعني حصاد الاسبوع اللي بتكون مع جلالي المحلل الرياضي المميز بيكلمنا فيها عن كل حاجه بتحصل في الاسبوع الكروي، واكيد هنستنى الفقره الجديده في يوم الخميس. طبعا فقرة ثابتة معانا كل خميس بيعمل فيها حصاد للأسبوع بنستناها كل أسبوع طبعا مع زميلنا محمد عبد الجليل، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من نهاركم.